الله معكم. وصلنا على نهاية زمن الصوم وبداية زمن جديد، هو زمن أسبوع الآلام يلي منتذكر فيه كيف يسوع المسيح وهبنا الأسرار، وكيف المسيح انصلب وتألم كرمالنا وقام من بين الأموات تيوهبنا الحياة الأبدية. بعرف أنه كتار منكم هيدا الأسبوع بينطروه من سنة لسنة ليختبروا فيه اختبار روحي عميق، بيكونوا عم بيشاركوا فيه بكل الرطب بكل الاحتفالات وبالقداديس يومياً تمشان يكونوا عم بيعيشوا نوع من الرياضة الروحية السنوية. نشكر ربنا أنه هيدي السنة في عنا وسائل تواصل اجتماعي وصغارتا تشانل يلي من خلالهم رح نكون عم نحتفل بالرطب نحن وياكم من خلالهم، وكمان رح نعمل وقفة يومية عبر صغارتا تشانل وعبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، نكون من خلالها عم نتأمل على 4 أيام متواصلين بسفينة من السفن يلي عم تبحر تتوصل لمينا الخلاص. ابتداء من بكرة نهار الأحد، أحد الشعنينة ورتبة الوصول للمينا، رح تكون بداية هيدي التأملات، ورح نكفي لحديت نهار الأربعة كل يوم نتأمل بسفينة عم تبحر مع يسوع المسيح. وتمشينا نعيش هيدي الرياضة الروحية أو هالوقفة الروحية اليومية بشكل مثمر، عندي لألكم بعض النصايح يلي لازم أو بدعيكم أنه نكون عم نعيشها تمشين فعلا نستفيد من هيدي الرياضة الروحية. بداية أنتوا عم تحضروا الحلقة بنصحكم تاخدوا ورقة وقلم تكتبوا عليها الأفكار يلي لفتتكن، المراجع البيبلية والأسئلة يلي رح أدعيكم أنه تفحصوا ضميركن على أساسها. برجع تانيا بنصحكم تاخدوا الوقت الباقي لحالكن بصمت لمدة 5 دقايق. تالتا رجعوا قروا النص عرواء آية آية وتذكروا الأفكار يلي طرحناها بالفيديو. رابعا خدوا الوقت تتسألوا نفسكن الأسئلة يلي طرحناها وتجاوبوا بعد فحص للضمير، وفيها هالوقت ياخد 10 دقايق أو أكتر. بعدين رجعوا قروا النص باللهجة العامية كأنه عم تخبروها خبرية لحالكن. لما تنتهيوا صلوا المزمور يلي رح يرافقنا بالتأمل، وخدوا كمان شوية وقت إضافي للصمت. ختاماً اختموا وقفتكن بصلاة الأبانة والسلام والمجد، انتوا واضعين قدام الرب كل أفكاركن وهواجسكن ونواياكن الشخصية. بتمنى هيدي الوقفة الروحية الفريدة من نوعها انها تكون فرصة لكل واحد منا انه يرجع يوعى فيه حس القداسة تفعلا يكون انسان مسيحي تلميذ ليسوع المسيح. ولأنه الرياضة الروحية هي مشاركة، بنصحكن كل مرة تنتهيوا من هيدا الاختبار اجتمعوا بالبيت الواحد وتشاركوا خبراتكن بين بعض، وكمان لأنه هي مشاركة شاركونا باختباركن بكومنت على الفيديو على الفيسبوك. بنهي أنا وياكن بصلاة من خلالها منطلق هيدي الرياضة. الصلاة هي من رتبة الوصول إلى المينا يلي رح نحتفل فيها بكرة المساء. نرفع صلاتنا لك يا رب يا يسوع المسيح، ومنقلك يا ميناء الخلاص ويا مرسى الأمان، يا منارة تشدنا إليك بنورك البهي الساطع فوق بحار عالمنا المائج. أنرنا ببهاء وجهك في ملكوتك الآتي حيث الطمأنينة والأمان، لنصعد إليك المجد وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. نلتقى بكرة والله معكم.